لوح الجرافيك جهاز خاص يمكن توصيله بالحاسوب، حيث يحتوي على منطقة عمل تتصل بشاشة الحاسوب. مرفق بالجهاز قلم خاص للرسم ولتصميم أي شيء تريده على الجزء النشط، مع عرض التصميم على الشاشة أثناء العمل وتحويله إلى معلومات رقمية عن طريق الحاسوب. يمكنك التحكم في إعدادات ومواصفات التصميم عن طريق برامج الحاسوب كدرجة اللون والسطوع والخطوط وغيرها من الإعدادات المختلفة. بوينغ. إذا كنت من محبي العروض المذهلة والمبهرة والفريدة من نواها، يمكنك شراء هذه الكرات المصنوعة من السيليكون اللين والمتصلة بالحبال. داخل الكرة يوجد مصابيح LED مدمجة، وهي المسؤولة عن تغيير لون الكرات بسلاسة وبشكل مذهل. هذا النوع من الكرات ليس أقل شأنا من نظيرته كرات النار، ولكن الأولى أكثر أمانا، ولا يقتصر استخدامها على المتخصصين المدربين فقط، ولكن يمكن أن يستخدمها المبتدئون أيضا للتدريب وكأداة لتقديم العروض. العربة الكهربائية. واحدة من الأدوات الرياضية المحبوبة والشائعة بين الأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم. الكارتينج أو العربة الكهربائية هي عربات صغيرة تستخدم في الأنشطة الرياضية والترفيهية، وتتميز بالسرعة، وهي أشبه بسيارة صغيرة بدون هيكل، وتعتبر من الهوايات المفيدة والمطورة لمهارات القيادة لدى الصغار والكبار. كبسولات للأحذية. كبسولات منعشة ماصة للرائحة مخصصة للأحذية الرياضية. تمتص الكبسولات الرطوبة وتقضي على الروائح وتقتل البكتيريا، وتملأ حذائك برائحة لطيفة منعشة. كل ما عليك فعله هو فتح الكبسولة ثم وضعها في الحذاء. كذلك يوصى باستخدام الكبسولة إلى أن تختفي الرائحة تماما. أما عن محتويات الكبسولة فهي عبارة عن حشو أزيولات ومضادات للميكروبات. جهاز رش الطلاء. وسيلة فعالة للطلاء بسرعة وبجودة عالية دون الحاجة لاستخدام البكرات أو الفرش العادية وغيرها من الطرق التقليدية. يتكون الجهاز من مضخة فراغية تعمل بالكبس، حيث تسمح بتدفق الطلاء من الخزان ونقله لأداة الرش. وفي هذه الحالة لا يحدث خلط بين الهواء والطلاء على عكس الأنظمة الهوائية التقليدية الأخرى. ونظرا للضغط القوي يخرج الطلاء من خلال فوهة خاصة، والنتيجة هي سطح مطلي بشكل جيد واحترافي ودون أي أخطاء أو تشوهات. مكنسة كهربائية لاسلكية. تلك المكنسة الكهربائية اللاسلكية قوية للغاية، وهي تعمل ببطاريات أيونات الليثيوم. وبفضل نظام الترشيح المبتكر تلتقط المكنسة الكهربائية تلك أصغر الجزيئات وتنظف الهواء من الأوساخ والمواد المثيرة للحساسية. أما الميزة الفريدة للمكنسة الكهربائية الجديدة فتتمثل في وجود محرك كهربائي رقمي يوفر قوة شفط عالية، وفي الوقت نفسه لا يصدر هذا النموذج ضوضاء مزعجة بخلاف بقية أجهزة التنظيف الأخرى، وذلك بفضل فوهة السحب المباشرة. يمكن لتلك المكنسة الفريدة أيضا إزالة الأتربة من الأماكن التي يصعب الوصول إليها، كما يمكنها العمل لمدة تصل إلى 40 دقيقة من الامتصاص بأقصى قوة. محور USB بحامل للماوس. جهاز فريد من نوعه مع حامل لسلك الماوس في نفس الوقت لا غنى عنه في مكان عملك. يحمل الجهاز السلك ويمنع تشابك الأسلاك أو سقوط الماوس، مما يساعدك على تحريك الماوس بسهولة. كما أنه يعتبر بمثابة قطع ديكور مميزة على سطح المكتب، وهو مزود بأربعة منافذ USB مما يساعد على استخدامه بشكل مريح قدر الإمكان. يمكنك استخدام منافذ USB في الجهاز لتشغيل أي ملحقات أخرى. خوذة الواقع الافتراضي. يعتقد الكثيرون أن تلك الخوذة هي أفضل خوذة واقع افتراضي ظهرت حتى الآن، بل وتعتبر هي حلم جميع عشاق الواقع الافتراضي بفضل زاوية عرض 360 درجة وشاشتين بمعدل تحديث 90 جيجا هرتز، وبفضل تتبع كل الحركات عن طريق المستشارات والمحطات الرئيسية، وبالتالي فهي تغطي مساحة المكان بالكامل. من أهم مزايا تلك الخوذة أيضا وجود كاميرا فيديو أمامية
والتي بفضلها يمكنك إلقاء النظرة على الصورة الحقيقية أمامك، كما تتيح لك الكاميرا تحريك الأشياء المادية في الفضاء الافتراضي الداخلي. فورم بوكس. مع هذا الجهاز البسيط والمتصل بالمكنسة الكهربائية، سوف يكون كل مستخدم قادرا على إنتاج سلسلة صغيرة من قوالب ألواح الشيكولاتة من الجيلاتين أو شمع البرافين في المنزل. يتم توصيل المكنسة الكهربائية بالوحدة الأساسية عبر الخرطوم المزود، وبهذه الطريقة سوف يكون بإمكانك تشكيل قوالب مثالية لصب الشيكولاتة وصنع الشمعدانات والعديد من الملحقات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الجهاز لصنع منتجات بلاستيكية مستقلة كالصناديق أو حوافظ الهواتف الذكية أو الألعاب. ماس للصدمات. بوضع تلك الأداة أسفل مقعد الدراجة، سوف تنخفض الاهتزازات على الطرق الوعرة والمطبات. الجهاز بسيط ويتكون من 5 أجزاء فقط، كما أنه متوافق مع جميع أنواع الدراجات ويمكن تعديله اعتمادا على وزن المستخدم. يساعد الجهاز على تحسين وضع مقعد الدراجة، وله تأثير إيجابي للغاية على راحة وصحة راكب الدراجة بشكل ملحوظ. طوق الكلاب. طوق خاص للكلاب مصمم على شكل دائرة كبيرة مصنوعة من مادة البوليكربونات القوية مع بروز مناسب لأصابع اليد. الجهاز متعدد الوظائف، وبفضل التصميم المريح للمقبض يقل الحمل على اليد ويسمح لك بالسير لفترة طويلة دون الشعور بآلام في اليد. الميزة الرئيسية للجهاز هي وجود إضاءة خلفية، بالإضافة إلى مصدر إضاءة ليد يستخدم كمصباح كهربائي. يمكنك الحصول على المزيد من الميزات أيضا من خلال تطبيق للهاتف الذكي، فبعد الاقتران مع هاتفك الذكي سوف يهتز المقبض أثناء المكالمات الهاتفية. كذلك سوف يكون بإمكانك جمع المعلومات حول مسار ومدة التجول. الطوق مزود أيضا ببطارية داخلية. ماكينة حلاقة USB. من الجيد أن يكون لديك مثل هذه الشفرة التي يمكن وضعها في جيبك. تعمل ماكينة الحلاقة المدمجة تلك من خلال الهاتف الذكي، وهي تتميز بتصميم أنيق وبسهولة الاستخدام، وهي عبارة عن جهاز صغير يتصل بموصل مايكرو USB. الماكينة مزودة بشفرة واحدة مصنوعة من الفولاذ، وبفضل جودة مادة التصنيع العالية والشفرة الحادة المشحوذة بدقة، توفر لك الماكينة حلاقة ناعمة ولا تهيج البشرة الحساسة إطلاقا. وباستخدامك لشفرة الحلاقة الصغيرة تلك سوف تبدو دائما بمظهر مثالي، كما يمكنك حملها معك واستخدامها في أي مكان. اللعبة المبتكرة. لعبة جديدة مبتكرة من ألعاب الهواء الطلق على الشواطئ وفي الحدائق تجمع بين تنس الطاولة وكرة الريشة. ابتكر مطور شركة سويدية قفازات عريضة من البوليسترين، وهي فريدة من نوعها يرتديها اللاعبون في أيديهم لتتحول إلى مضارب مريحة. اللعبة الجديدة ليس لها قواعد محددة، ولكن يتعين على اللاعبين تقاذف الكرة الخاصة والمسمى بالفلاير لبعضهم البعض. ونظرا لكون الكرة مصنعة من مواد لينة وخفيفة، فهي مناسبة للعب في الأماكن المغلقة، كذلك فهي مناسبة للعائلات. غطاء الأحذية. جهاز خاص لتغطية الأحذية يجعل تلك العملية مريحة قدر الإمكان، وفي الوقت ذاته يساعدك على إبقاء الغرفة نظيفة، حيث يمكن للزائر وضع قدمه على الجهاز الذي يقوم بدوره بمد غطاء خاص يلائم الحذاء بشكل مثالي، ودائما يكون الغطاء الواقي مناسبا لأي حذاء بأي مقاس. مبشرة الزبدة. أداة تسمح لك بتحويل الزبدة الصلبة إلى أجزاء صغيرة لينة وسهلة الفرد على الخبز. يعمل الجهاز ببساطة، فقط قم بتركيب الجهاز هكذا، وضع فيه الزبدة ثم قم بتحريك الجزء العلوي. يمكنك وضع الزبدة المبشورة بشكل جميل على الأطباق لتزيين الطاولة، أو فردها مباشرة على الخبز للحصول على شطيرة دون إهدار لأي من المكونات. ماوس لينوفو. جهاز يجمع بين عدد من الوظائف المذهلة وبين المظهر الأنيق والبساطة وسهولة الاستخدام أيضا. هذا الماوس اللاسلكي يمكن استخدامه كمؤشر ليزر، تلك الوظيفة المزدوجة مفيدة جدا خلال العروض التقديمية أو المحاضرات، والتصميم المميز يوفر للمستخدم الراحة والاستعمال طويل الأمد.
شكرا على المشاهدة، وأخبرونا في التعليقات أي من المنتجات التي استعرضناها على قائمتنا اليوم قد نالت إعجابكم أكثر وترغبون في شرائها. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة، ولا تنسوا أيضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.